اسمي يعقوب عبود ميخا قليموس من سكنة قضاء حمدانية قرقوش. من سمعنا بدت ماكو داعش اجينا احنا كنا طلعنا منه ساعة 7:15 العصر كنا رايحين على كنيسة على كنيسة القيامة. كان اكو دفنة مال شهداء اثنين صغار. والحمد لله والشكر جينا على هالترابة، لازم نرجع على ترابنا. ما يصير يعني كل العالم تتهجر، الا نخليهم. هذا تعبنا وهذا ترابنا، جينا بهالتراب ونموت بهالتراب. لكو انتم جيتم على حركتوا البيوت، حرقوا البيوت، باقوها، نهبوها، فلشوها. ايش استفادتم؟ كل شيء بس اذوا الشعب، اذوا العراق كله.